A beam is constructed from four boards which are nailed together. If the nails are on both sides of the beam and each can resist a shear of 3 كيلو نيوتن، يعني كل مسمار يتحمل force مقدارها 3 كيلو نيوتن. Determine the maximum load P that can be applied to the end of the beam، اللي هو هنا. هنا P، هنا 3، يبقى الرياكشن RA اللي هنسميها V بقى بتساوي P بلس 3، 3 بلس P طبعا كيلو نيوتن، ده ال V بتاعنا. طيب عايزين نحسب ال I للمقطع، Q نقطع نجيب ال Q ونجيب ال T وبعدين نطبق القانون. لازم ال I لأني بغض النظر بحسب فين شير، لازم نحسب الاي بتاع السكشن اللي هو 1/12 الموازي 310 العمودي 150 تكعيب. 1/12 اللي هو الهولو 250، 150 ناقص 60 يبقى 90 تكعيب، يطلع الاي. طبعا التي لازم لما افصل هنا كده اهو عشان يتفصل الجزء ده. طبعا واحد يمكن افصل كده، لو فصلت دي الكيو بتاعتها بصفر، لكن لما افصل دي الكيو بتاعتها كبيرة، فدي اللي تطلع لي الماكسيم. فتلاتين بلس تلاتين يبقى 60 مللي متر. يبقى دي ال V I T. فاضل الكيو، الكيو عبارة عن ال A في ال Y، الاريا الحتة اللي اتفصلت دي اللي هي دي عبارة عن 250 في 30، دي الاريا، في من هنا لهنا 75 ناقص 15 يبقى 60، يطلع. نحسب واحدة واحدة، 310 تقسيم 12 في 150 تكعيب ناقص 250 على 12 في 90 تكعيب، يديني ال I 72/10 أس 6 ملليمتر أس 4، وهنا 60 وهنا 250 في 30 في 60، فطلع 450/10 أس 3 ملليمتر مكعب. تعالوا نطبق القانون، تاو بتساوي V Q على I في تي، اللي هنجيب منها البي مطلوبة. ادي قيمة اتنين محتاجينها، تلاتة. الكيو بتاعتنا 450، هنا مليمتر تكعيب، يعني 10 سالب 9، وعندي 10 3 يبقى سالب 6. هنا 3 بلس بي، هعتبرها بالكيلو نيوتن، يبقى هضرب في 10 أس 3، والرقم اللي هيطلع يبقى بالكيلو نيوتن. الاي 72/10 سالب 6، انا ضربت في 10 أس سالب 12، وهنا 0.06. هو عايز يترمن ذا ماكسيمم بي. طب المسمار يتحمل 3 كيلو نيوتن، طب المسمار الاخر هكتب قانون التاو بتاعت المسمار بتساوي 3 كيلو نيوتن، يعني 3/10 أس 3 على الاريا، ما ده بيتساوي فورس على ايه الحته دي، اف اوفر اي اللي هي الفورس اهي، والاريا اللي متحملها المسمار 100 في 30، 100 في 30 في 10 سالب 6. نركز كده، ده الاريا اللي اتحملها المسمار اللي هي 30% اللي جوه العمق، ده الاريا، والفرصة تحملها المسمار 3 كيلو نيوتن. اذا البي بتساوي اللي هيطلع لي بالكيلو نيوتن. تعالوا نحسب، 3/10 تقسيم 3010 سالب 6 ضرب 6 7 2، العشرة سالب ستة تروح مع دي، يبقى ضرب 0.06 تقسيم 450 تقسيم 1000، يطلع 9.6 ناقص 3، فطلع 6.6 كيلو نيوتن. ده أقصى P
P أو أقصى force P أقدر أحطها عند الـ end of the beam.